السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي وقناتكم الشيف بدي في عالم الباتيسري. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لي باتاشو، وصفه جد سهله وطريقه احترافيه ان شاء الله. تيجيو بهذا الشكل هذا وبهذه الطريقه هذه، تيجيو ولداد يعني ان شاء الله الا درتوهم ما تندموش عليهم. كما كتشوفوا انا حضرت باتاشو ديالي باغي بغيت بخانيني والكلير شوكولا كلير فاني. نبداو على بركه الله. نحتاجو في كاسرون لتر ديال الماء، 17 البيضه، 800 غرام ديال الدقيق، 400 غرام ديال الزبده سبيسيال، في حين متوفرش عندنا نقدرو نخدمو مارغارين، 50 غرام ديال سنيده، 5 غرام ديال الملحه. نبداو ان شاء الله. غنضيف فوق الماء ديك الزبده، ونضيفو ان شاء الله السنيده ديالنا، ونضيفو ان شاء الله يعني الملح، وان شاء الله غنديرهم فوق البوطه يعني تيغلاو يعني بحال غتفيض شي حليب. بعد ما غلى الخليط ديالنا بحال الطريقه ديال هذا الشكل هذا، غنضيفو لافارين ديالنا. يعني مكاينش المشكل يعني نقدروا نخويو لافارين، نخويو بحال الطريقه هذه يعني نخويو كله. نبداو في عملية ديال التحريك، يعني نحركو ان شاء الله، نخدمو الخليط مزيان بهاد الطريقة هادي، نخدمو مزيان تيتجانس يعني تينشف، ينشف من داك الزبدة وداك الماء، تيتجمع مزيان. من بعد ما تخلطنا الخليط ديالنا، نبداو ان شاء الله نحطو في نديرو في الباطور، نخدمو يعني نخدمو باش يبدا يبرد شي شوية. نبداو نزيدو البيض ديالنا، نضيفو البيض بشوية بشوية يعني بخمسة البيضات ستة البيضات، ونحبسو عاوتاني بما يتخلط الخليط مزيان. بعد ما تجانس هنا الخليط كنقيسو وكنشوفو يعني واش برد شي شويه، يعني نبداو نزيد نضيفو البيض ديالنا يعني بشويه بشويه. نبقاو غاديين في هاد العمليه هادي، تيتخدم الخليط كيما كتشوفو هو بدا كيتخدم، بدا كيتجمع يعني. كنا غاديين في هاد العمليه هادي وزدنا شويه في لافيتاس، هانتوما كيما كتشوفو هنا. من بعد موجد غنمشيو ان شاء الله نشدو بوج وطابل، ونشدو واحد الدوي كانولي نسنى شي شويه، ونبداو ان شاء الله في الدريساج. المهم نبداو في الدريساج ديالنا. كما كتشوفوا معايا عندي هاد لونغيط، هذا لونغيط ديال لاباتيسري ديال لي ترونش، فيه 12 سنتيم. عندي هاد الطابع هذا اللي غالبا فاش كنخدم به، مينيموم الطريقة السهلة غنخدم بها هي هاد لونغيط. لونغيط يعني اللي ما توفرش عنده هاد لونغيط يعني راه ساهل، ثاني طريقة يقدر يوجد شي واحد الكرتون ويعمرو بمسطرة اللي غتكون فيها ديك 12 سنتيم، 12 سنتيم تقريبا كوبيها. عندي هاد الخيط، هذا الخيط اللي هو جد سهل سائل، يعني كتخدم بالماء ولا فارين. كما كتشوفوا معايا هنا وجدت لابلاك ديالي بابي كويسو، كنبدا التراساج ديالي، كنمشي بهاد العمليه هادي هكا، كنمشي ان شاء الله للدريساج. بالطريقه هادي تكرم نكمل لابلاك ديالي، طريقه جد سهله. ندوز ان شاء الله باغي بغيت عندي هذا المول دائري. نتوما يعني نتوما الراي ديالكم باش ما بغيتوش تراسيو، كيف قلت لكم يعني عمليه سهله. نبداو التراساج ديالنا بهذه الطريقه هذه، نمشيو ان شاء الله للدريساج. كندرسو دائري بشكل دائري، كنكملو لابلاك ديالنا. ندوزو ان شاء الله عندنا واحد التزيين، غادي نزينوهم باموند افيلي وندخلوهم ان شاء الله من نسريو التزيين، ندخلوهم الفرن على درجات 180 درجه ما بين 30 دقيقه حتى 40 دقيقه ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا هنايا هما لي باتاشو ديالنا، من بعد ما طابو طلعوا بهذا الشكل هذا، طلعوا محمرين ويعني طلعوا زوينين، يعني جاهزين انهم يتعمروا، طلعوا بهذا الشكل هذا. هادو لي بخاري بريس ديالنا. ندوزو ان شاء الله الكريم باتيسري باش نعمروهم. عندنا هنايا في كريم باتيسري نحتاجو اطر الحليب، 125 غرام ديال بودر كريم باتيسري، عندنا 200 غرام ديال سنيده. نبداو على بركه الله، غنضيفو في كاسرو في باسين بودر كريم مع سنيده، يعني طريقه سهله يعني
نحركو مزيان بهذا الشكل هذا باش ونزيدو عليهم شويه ديال الحليب من الحليب اللي غادي نديرو فوق البوطه. الحليب اللي بقى لنا غنديرو نيشان في البوطه ان شاء الله انه باش يفيد ان شاء الله. بعد ما فاد الحليب ديالنا نكبو فوق داك الخليط نخلطو بهذه الطريقه هذه نحركو مزيان مزيان نحركو مزيان بهذه الطريقه حتى يبدا يتجمع لنا الكريم باش ديالنا حتى يطيب يبان على هذا الشكل هذا. وان شاء الله غندوزو نوجدو شي بابي كويسو فوق لابلاك بهذه الطريقه هذه ونسرحوه ان شاء الله. غادي نديرو واحد البابي كويسو بالطريقه دي على السطح باش انه ما يكرمش باش ما يضربو ما يدخلش ليه الهواء ونديرو ان شاء الله في الثلاجه يبرد لنا. انا من بعد ما برد لينا كريم باتيسري ان شاء الله هو خدمنا في الباطور بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا راه هو واجد. ان شاء الله غادي نحتاجو غاناش شوكولا بخانيني اموند عندنا فاني وعندنا شويه الفيتين ان شاء الله. يعني في صندوق الوصف غنحط لكم كل شيء. غنبداو ان شاء الله ب كريم باتيسري فاني ناخذ واحد القليله من الكميه باش نعمرو يعني باش نعمرو لي زكلير ديالنا عفوا ونخلطهم وندوز ان شاء الله باش نخلط كريم شوكولا. غناخذ واحد لا كونتيتي واحد الكميه غنخلط بها الكراج ديالي مع بعضها نخدم انا خدمت بالفوي باش يعني دغيا نزرب بها وندوز ان شاء الله الكريم بخانيني اللي نعمر به لا باغي بيرس ديالنا ان شاء الله. كما كتشوف معايا يعني بخانيني غديرو نتوما جهدكم يعني بخانيني شحال ما زدتي كيجي مذاق رائع يعني بخانيني اموند. انا من بعد ما وجدنا لي بوش ديالنا عندنا هنا بوش فاني بوش شوكولا بوش بخانيني بوش بخانيني درنا لي واحد الدويه كانيلي من بعد تشوفوا معنا ان شاء الله. دابا نبداو في العمر ديال لي زكلير هنا ان شاء الله غادي نتكبوهم بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا يعني باش الا عمرناهم تجي العماره انفينيا. ندوزو ان شاء الله نبداو بالفاني من بعد ندوزو الباري بريس. هانتوما كيما كتشوفو غادي نعمرو بهاد الطريقة هادي نعمرو مزيان من جهة اليمن بحال هاكا و من جهة اليسار يعني تنشوفو الكريم ديالنا خرج من جهة أخرى بهاد الطريقة هادي. نفس الطريقة ان شاء الله غندوزو بيها ليكليار شوكولا يعني راه العمر ديالتهم سهلة يعني الطريقة سهلة. نبداو نعمرو في إكلير شوكولا ونبدا ان شاء الله ندوزو لباري بريس. هنا نشدو الباري بريس ديالنا نبداو نكوبيهم على هاد الطريقة هادي نقسمهم على جوج نمشيو نفس العملية ونبدا ان شاء الله نبداو نعمروهم بكروسيو فيتين ديالنا الطريقه هذه كوستي فيو تيعطي واحد المذاق يعني هائل مع كريم بخانيني. ونبداو ان شاء الله التريساج ديالنا الدوي كانيولي نتوما شو الدوي اللي اخترت انا نتوما الدويه اللي اختاريتو اللي بغيتو يعني اي دويه يمكن لكم تخدموا بها نتوما ذوقكم. انا كنخدم بهذا الدوي كانيولي بهذه الطريقه هذه كتعطيني هذا الروزاج هذا كنمشي يعني نفس العمليه كنكمل وندوز ان شاء الله مور هذا الروزاج ندوز ان شاء الله للتزيين. غادي نزينو يعني كيف معروفين لي باري بريس سيكرنياج يعني انسان متوفرش عنده سيكرنياج يعني السكر كلاصي يعني هما يعني بحال بحال بهذا الشكل هذا يعني في المنظر تيجيو يعني رائعين. يعني واش يكونوا جاهزين انهم يتقدموا ان شاء الله. ندوزو لي زيكلير بالنسبه لي زيكلير عندنا نحتاجو في
فينيسي ديالهم، عندنا غلاصاج نحتاجو فوندا، وعندنا غاناج، وان شاء الله يعني هاد الغوسيط هادو تلقاوهم في صندوق الوصف. انا عندنا بيبي شوكولا نوار، بيبي شوكولا بلون، واحد كيغدو. انا فضلت انني عندي متوفرين عندي هاد لي في دوغي نفيني بهم، ونبداو ان شاء الله بركه الله نبداو في كنعملوا هاد الطريقه هادي يعني ديال لي زكلير باش انهم يجيو فينين هذاك الخويط. يعني كنحيدو هكا بهذا الشكل هذا بصبعنا بحال هكا تما. شوف تكرار العمليه يعني مع نفس لف الشوكولا لف الفاني كما كتشوفوا. ان شاء الله نتمنى يعني تجربوها، يعني ما غاديش تندموش عليها، يعني راه كتجي جد رائعه. هنا نقرا الشوكولا كيف قلت لكم، ان شاء الله يعني بالنسبه للغوسيت كامله تلقاوها في صندوق الوصف. بالنسبه للتزيين يعني تزين نتوما يعني بلي بغيتو تزينو زينو. او هنايا قلنا اننا يعني نقدموهم يعني في الشكل النهائي، نحطوهم في لونغيت ديالهم، وان شاء الله غادي نبداو في لافينيسيو ديالهم ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا انا غادي نبدا في لافينيسيو بهذا الشكل هذا. درت بالنسبه للنوار درت ليهم البلون، والبلون درت ليهم النوار، مشيت بهذا الشكل. نتوما واختيار ديالكم في الديكوراسيو كلو كيفاش كيبغي يديكوري. وان شاء الله نتمنى يعجبكم هذا لا فيديو هذا، وان شاء الله تشاركوا معنا في فيديوهات اخرين. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي باتاشو اللي خدمنا بها باغي بغيت ولي زيكلير ديالنا. ونتمنى ان شاء الله يعني تابوناو معايا، وما تنساوش لي جيم، وان شاء الله ميعادنا حلقه قادمه والجديد ان شاء الله. يلا تهلاو ليا فراسكم، ما تنساوش جيم. السلام عليكم مره اخرى ان شاء الله.